الحمد لله على كل حال. هارد لك لنا، مبروك لشق قناة نادي الهلال. الحمد لله على كل حال، قدمنا مباراة ممتازة جدا، حضرت فيها الروح، حضرت فيها القتالية، حضر فيها التنظيم. الحمد لله ابتسمت لركلات الحظ، يعني ما حالفنا التوفيق فيها. صحيح ممكن ان حصل نفس السيناريو، لكن من ناحية فنية يعني اتوقع الكل شاف اول 20 25 دقيقة الضغط العالي اللي قمنا فيه، الهدفين اللي حققناهم. ممكن عودة الهلال بهدف جميل، بصراحة جميل جدا، يعني ما شاء الله الكابتن سالم الدوسري، هدف جميل جدا. ارجع الهلاليين للمباراة، ايضا الطرد مع نهاية الشوط الاول كان في شوي من نقطة تحول للمباراة. الحمد لله على كل حال، زملاء اللاعبين قدموا مباراة كبيرة. مع النقص العددي استغل الهلاليين فرصة مع بداية الشوط الثاني، يعني ممكن كنا نقدر نتفاداها، لكن الحمد لله على كل حال هذه أحوال كرة القدم.